أنت أفضل مخلوق عند الله عز وجل، أنت إنسان مكرم، أنت خليفة الله في أرضه. يقول الله عز وجل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ما هذه الآية وما هو مدلولها؟ لما ربنا بيتكلم وبيحكي أحسن تقويم، أي أنه أحسن صورة وأحسن شكل، حيث قال المفسرون في هذه الآية أن الإنسان خلق ليس كباقي المخلوقات، وإنما خلق بشكل وبصورة وبعقل، يعني أحسن صورة وأحسن شكل وأحسن استقامة. لاحظوا يا جماعة، معظم الحيوانات خلقت على شكل منحني، بينما الإنسان خلق منتصب القامة. لاحظوا أنه خلقة الإنسان تختلف حتى عن سائر الحيوانات. أيضا ميزه الله بعقل، ميز هذا الإنسان بعقل. إذن مدلول هذه الآية والصورة الكريمة صورة الماعون أنه هي بتعطينا دلائل وعبارات أنه أنت أحسن مخلوق على وجه هذه الأرض. عشان هيك بنحكي لك ما تستقل دائما بإمكانياتك ومهاراتك، وما تجلد ذاتك أيضا، لأنه أنت إنسان فعلا إذا أنت نظرت إلى نفسك حتجد الكثير والكثير الذي ممكن أن أنت تحوله إلى قدرات رائعة وإنجازات عظيمة. طبعا مدلول هذه الآية ماذا سوف نصل إليه كمدلول وكعبرة لنا من هذه الآية؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أنه لازم أول شيء نستدل يا جماعة أنه إحنا لازم المهارات والخصائص والقدرات الخاصة بنا الكامنة داخلنا يجب أن نخرجها الآن والآن وقبل فوات الأوان، لأنه العمر يمضي والوقت يمضي، بالتالي أنت ما في شيء بيستناك، لازم الآن تخرج جميع هذه المهارات الكامنة والمدفونة داخلك وتخرجها على شكل إنجازات عظيمة ونتائج رائعة. النقطة الثانية بتكلم فيها أنه أنت إنسان تستحق الأفضل، تستحق العيش بسعادة ورفاهية وصحة ونعيم. عشان هيك لازم بحكي لك أنه أنت تبذل أقصى ما لديك من مهارات وموارد، وخلينا نقول يعني مهارات وخصائص كامنة، أنه أنت تعيش بسعادة ووفرة وصحة وعافية، وأنت بتستحق ذلك ولا أحد يمن عليك. الله عز وجل أعطاك الحرية الكامنة في أنه أنت تتصرف، وأنه أنت يعني تتخذ ما تشاء وتريد، وتختار المسالك والخرط اللي أنت يعني المتاحة لك طبعا بمشيئة الله وقدرته. عشان هيك إحنا بنقول لك أنه أنت يعني الإنسان يا جماعة هو خليفة، هنا خليفة وليس مثل باقي المخلوقات. وخلينا أيضا أتكلم في النقطة الثالثة، أنه أنت يجب عليك أن تكون يعني منتبها لذاتك، يعني ما تجلد ذاتك يا جماعة. كثير من الناس بيخطأ وبيقع في جلد الذات، انه هو انسان يعني عديم الفائدة، عديم الجدوى، ما له دور على هذه الارض، انه انسان عديم الجدوى، عديم المنفعة. بالتالي احذر من تلك العبارات، وحاول دائما تخاطب نفسك بإيجابية، واياك والسلبية، وان تخاطب نفسك بشكل سلبي، وهذا ما نسميه يعني جلد الذات، لانه للاسف يسبب الاحباط والاكتئاب والحزن، وهذا بيخليك عديم الفائدة والجدوى وعديم الانتاجية، وهذا ما يريده الشيطان. تمام، الشيطان يا جماعة يعدكم الفقر. عشان هيك دائما انه دائما بحاول الشيطان يخليك مكتئب وحزين، لانه هذا من اسباب عدم الانتاجية والانجاز. وخلينا ايضا احكي في نقطة مهمة جدا، وهي ماذا سيقول عنك الناس بعد رحيلك؟ ماذا ستكون انت؟ ماذا ستؤثر في الناس؟ شو انت ممكن يعني النعوة اللي انت بتختارها لنفسك بعد ما تموت يا جماعة؟ لازم انه احنا نترك اثر طيب ورائع بعد رحيلنا، لانه احنا يعني وقت، مجرد وقت موجودين على هذه الدنيا ثم سنرحل. يعني الاجيال الماضية رحلت والان احنا الدور علينا. عشان هيك بنحكي لازم تترك لنفسك اثر عظيم ورائع، انجاز عظيم وراءك خلف هذه الحياة، حتى تقابل ربنا فعلا بانجاز رائع وانتاجية رائعة، وتحكي انه انا سويت وعملت وعملت، يا رب انت تركت خليفة في هذه الارض. تمام، عشان هيك بنقول لازم انه انت تشتغل ولازم تجتهد، وهذه طبعا رحلة سعي نحو التحسين. انا اؤمن بانه احنا يا جماعة في رحلة سعي نحو التحسين المستمر. خلوا بالكم شرحنا قانون التحسين 1%، دائما شوف كل جديد حاول تحسن فيه 1%، ما تكثر على نفسك وما تكون عبء ثقيل على نفسك. 1% من التحسين اليومي هذا كفيل بأنه يعمل لك يعني جبل من التحسين العظيم والرائع على المدى التراكمي وعلى المدى البعيد. فحاول أنه تتحسن باستمرار،
دائما خليك محاول مستمر، المحاولة المتكررة المستمرة هي أساس النجاح. ما يعني تستسلم، لا تفشل، يعني ممنوع الفشل الآن. طيب شو يعني ممنوع الفشل؟ يعني لازم تتعلم من أخطائك، يعني الخطأ اللي تقع فيه ما تقع فيه مرة أخرى. إذا المحاولة مستمرة، المحاولة الجادة، دائما خلي عينك على الهدف، رؤيتك ثاقبة، رسالتك معروفة واضحة، وإن شاء الله ربنا حيوفقك. بحكيكم طبعا ما تنسوا الاشتراك في قناتي، الإعجاب على الأقل، تعمل إعجاب لهذا الفيديو مش حيكلفك شيء، حتوصل هذا الفيديو لغيرك من الناس. وبحكي لكم انتظروا إن شاء الله الكورس الرقمي أسهل الطرق لتطوير ذاتك، حيكون متاح على موقعنا نهاية هذا الشهر الحالي. فخليك معنا دائما بكل جديد، ودائما تابع أخبارنا موقعنا الإلكتروني، وإن شاء الله أترككم بسعادة وتوفيق، وربنا يعني يسعدكم بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.